إذن مشاهدينا، ينضم إلينا في هذه التغطية رئيس الوزراء معالي الدكتور بشر الخصاوني. مساء الخير. مساء الخير دولة رئيس الوزراء، أهلا وسهلا، تشرفنا سيدي. يعني نبدأ معك مباشرة، ماذا يعني لكم دولة الرئيس أن يكون مسار التحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني في عهد حكومتكم؟ يعطيكم العافية. ببدء أنا أتشرف بأن أكون معكم اليوم في هذا الاستوديو المفتوح حقيقة، وفي هذه البقعة الجميلة التي تطل على هذا الاحتفال الوطني الذي يجري بمناسبة ذكرى تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية المتزامنة مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك يحفظه الله. وبهذه المناسبة لا بد أن أتقدم من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى وجلالة الملك رانيا العبد الله بأحر وأصدق التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل أردني وأردنية. وبإذن الله تستمر هذه المسيرة، مسيرة البناء المتواصل، مسيرة ما اصطلحنا على تسميته حقيقة بالانتقال الكبير الذي تم في العهد الزاهر لجلالة الملك يحفظه الله، والممتد بإذن الله إلى آفاق أرحب، بدلالة أنه بعد 25 عام مع دخولنا المئوية الثانية وبالتزامن تقريبا مع ذكرى اليوبيل الفضي لجلالة الملك، أطلق جلالة الملك برنامج التحديث الشامل للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية. وتبعا لذلك بإذن الله نحن أمام أول محطة في الاستحقاق السياسي المتمثلة بالأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر القادم على أساس قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخابات العامة الجديد والتعديلات الدستورية التي جميعها أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمت كل الأطياف السياسية الأردنية وضمت الكثير من شبابنا الواعد والمرأة التي يعول جلالة الملك على تمكينهم وعلى إدماجهم في الحياة السياسية، مثلما تضمنت الإطار الناظم لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، بحيث يصار إلى تأطير العمل العام في إطار حزبي برامجي مرتكز بشكل أساسي للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوطنية الأردنية من خلال التشجيع على هذا الانتظام الحزبي، وضمان أن يصل شبابنا الواعد الذي يفاخر به جلالة الملك دائما وسمو ولي العهد دائما والمرأة الأردنية التي هي شريك أساسي ليس فقط في عملية بناء المجتمع وإنما حقيقة في التنمية من خلال إدماجها في هذا المسار السياسي القادر على التأثير على القرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي. وبالتزامن مع ذلك، وهذه مسارات الإصلاح كلها تمتد لعشر سنوات، المسار السياسي لعشر سنوات يبدأ بمحطة أولى نصل معها إلى قائمة حزبية من 41، ثم بعد أربع سنوات يرتفع عدد المقاعد الحزبية إلى 50، ثم يرتفع إلى 70%، لنصل إلى مرحلة عندما تنضج فيها هذه التجربة الحزبية وتصبح الأحزاب تشكل أغلبية في البرلمان، لنصل إلى مرحلة معها ربما يرتئي جلالة الملك وفق اختصاصاته الدستورية أن يختار حزب الأغلبية أو ائتلاف أحزاب الأغلبية تشكيل حكومة حزبية بنهاية العشر سنوات. بالتزامن مع ذلك أيضا أطلق مسار أساسي وهي رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف حقيقة مضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل بنهاية العشر سنوات إلى 5.5%، ولتنتج نوافذ تشغيلية وتوظيفية لأبنائنا وبناتنا الأردنيين بنهاية العشر سنوات تصل إلى 1 مليون وظيفة، لأن هذا الأمر هو الذي من شأنه أن يتصدى حقيقة لتحدي مركزي نواجهه ونعاني منه، وهو تحدي البطالة الذي لن نستطيع أن نتغلب عليه إلا بتحقيق بالحد الأدنى نسبة نمو تصل إلى 5.5%. أطلقت البرامج التنفيذية والبرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام ونصف، حقق هذا البرنامج الكثير من مستهدفاته، وصلنا إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بتحقيق نسب النمو المستهدف في إطار هذا البرنامج التنفيذي. نجحنا في تخفيض البطالة خلال سنتين من 24.1% إلى 21.4%، وماضون بثبات بصرف النظر عن الأوضاع الإقليمية التي حقيقة لها أثر كبير وتداعيات على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم برمته. وأيضا بالتزامن والتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي ومسار التحديث السياسي، أطلق البرنامج الأساسي الرامي إلى تحديث القطاع العام الأردني بحيث يكون محور اهتمامه المواطن الأردني، تمكين القطاع الخاص، الكفاءة، المصداقية، التنافسية، القدرة، ليشكل رافعة لمسار الإصلاح الاقتصادي ومسار الإصلاح السياسي، من خلال أيضا الوصول العودة إلى إدارة أردنية
كفؤة للغاية كان يشار إليها بالبنان، أصابها بعض الوهن. بإذن الله سنعود مرة أخرى إلى أن تصبح هذه الإدارة الأردنية العامة يشار إليها بالبنان، وأن تكون ممكنة للقطاع الخاص محور اهتمامها المواطن، أن تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريك أساسي في عملية التنمية، وأن تنظر إلى القطاع الخاص وإلى الاستثمار باعتباره هو القاعدة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة الرامية إلى مضاعفة نسب النمو. إن أذنت لي، إذا استعرضنا بلغة منطق الأرقام، منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية في عام 99 إلى عام 22، لو نظرنا إلى منطق الأرقام سنرى بأن الناتج المحلي الإجمالي الأردني كان بحدود 6 مليار دينار أردني. اليوم الناتج المحلي الإجمالي الأردني بحدود 35-36 مليار دينار أردني. إذا نظرنا إلى الدخل المتأتي من قطاع الصناعة، بال99 كان 1.3 مليار مليون دينار أردني، الآن بحدود 7.33 مليار مليون دينار أردني. حجم القطاع التجاري كان عندما تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية وقطاع التجزئة 600 مليون دينار أردني، اليوم حجمه حوالي 2.6 مليار مليون دينار أردني. إذا نظرنا إلى قطاع السياحة، نحن في المملكة الأردنية الهاشمية كان قطاع السياحة يدخل إلى الخزينة العام عام 99 حوالي 1.3 مليار دينار أردني، أصبح الدخل المتأتي الآن من قطاع السياحة يزداد عن 5.2 مليار دينار أردني. تضاعفت أعداد المدارس الخاصة والحكومية ومدارس الثقافة العسكرية منذ عام 1999 إلى الآن. عدد الشركات العاملة في مجال الريادة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت عام 99 حوالي 300 شركة، اليوم لدينا أكثر من 3500 شركة تمثل في الكثير منها قصص نجاح أردنية يعني نستطيع أن نفاخر بها العالم. وحقيقة مرد كل هذه الإنجازات هي الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى يحفظه الله، يعضده في هذه الرؤية وفي تنفيذها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي يولي عناية كبيرة بقطاع الشباب الأردني، بقطاع الإبداع وقطاع الريادة، بتكنولوجيا المعلومات. واليوم نحن حقيقة لاعب أساسي في هذا الصدد وفي هذا المجال. الآن ما يزيد هذه الإنجازات رمزية وأهمية بأننا يجب أن نتذكر دائما ما مر علينا أيضا في 25 سنة المنصرمة. نحن مررنا باحتلال العراق عام 2003، ثم أعقب ذلك الانهيار المالي العالمي بسنة 2008، وأعقب ذلك ما يسمى بالربيع العربي وتداعياته، وأزمات اللجوء المتعاقبة التي كان الأردن يتلقى فيها ويتلقى الأردنيون بصدر رحب ويشاركون أشقائهم القادمين من هذه الدول التي أصابها ما أصابها، ونسأل الله لها السلامة والعافية والتعافي، إلى المملكة الأردنية الهاشمية. واليوم احنا بين كل أربع أردنيين يوجد على الأقل واحد لاجئ من أشقائنا من هذه الدول الشقيقة، ويقدم الأردن لهم هذه الخدمات والأردنيين لهم هذه الخدمات الأساسية سواء في قطاع التعليم أو في قطاع الصحة بنفس القيمة المالية المدعومة والكفاءة التي تقدم للمواطن الأردني. هذا كله شكل تحديات، رغم هذه التحديات وصلنا إلى الأرقام التي أشرت إليها، معطوف عليها أيضا الربيع العربي، معطوف عليها انقطاع الغاز المصري، معطوف عليها جائحة كورونا التي أصابت العالم برمته وأدت إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأيضا معطوف عليها الأزمة الأوكرانية الروسية وأثارها التضخمية التي نجحنا بفعالية بسبب مكانة جلالة الملك الدولية من احتوائها، وأيضا ما نشهد الآن من حرب شعواء وجرائم مستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة، وتصعيد خطير للغاية يستهدف إلى تغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية التي ينهض فيها جلالة الملك بمسؤوليات كبرى في إطار الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. هذه إنجازات كبرى واضحة كالشمس في رابعة النهار، ولا تقف عند هذا الحد، ولا تقف عند حدود تحقيق هذا المنجز المقارن الموجود اليوم في هذا الانتقال الكبير، وإنما أطلق جلالة الملك بعد 25 عام مشروع تحديثي يليق بنا ويليق ببلدنا ويليق بشاباتنا وبشبابنا، وبما يريد ويصبو جلالة الملك إلى أن نصل إليه ونقدمه
للأردنيين في المئوية الثانية من عمر الدولة عبر إطلاق مسارات التحديث الشامل الثلاثة. هذا تحديدا دولة الرئيس، اليوم نحن في دخلنا في المئوية الثانية، واليوم نحتفل أيضا باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش وتسلم سلطاته الدستورية. اليوم ماذا يمكن أن نقول للشباب؟ ماذا يمكن أن نقول كيف نرى الأردن خلال السنوات القادمة في بداية المئوية الثانية؟ المراهنة دوما على جيل الشباب، المراهنة على الشباب في الاستحقاق السياسي الآتي في الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراءها بإذن الله في العاشر من شهر أيلول القادم. وحقيقة هذا نداء أساسي وهام للشباب بأن يقبلوا على المشاركة السياسية في هذه الانتخابات، لأن الرهان عليهم، الرهان في إحداث التغيير عليهم، الرهان من جرارة الملك، من سمو ولي العهد، من جرارة الملكة، من مؤسسات الدولة، من الدولة على الشباب بإحداث هذا التغيير ليصبحوا فاعلين ولهم القدرة على إنتاج التغيير المرجو والتمثيل المرجو القادر على أن يجعلهم في مكان يساهم في صناعة القرار المستقبلي الذي يعبر عن الشباب. نعم. إحنا مجتمعنا مجتمع فتي، مجتمعنا أكثر من 75% أقل منه أقل من سن 35. نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية لجيل الشباب الذي يحق له أن يصوت وأن ينتخب كانت في حدود 35%، وهذه النسبة حقيقة لا تليق لا بشبابنا وشاباتنا ولا بطموحاتهم، وبالتالي الإقبال على الاقتراع مراهن فيه على إقبال شاباتنا وشبابنا على الانتخابات، لأنهم من خلال وجودهم في الأماكن والمؤسسات التشريعية التمثيلية سيكونوا في مكان وموضع يسمح لهم بإحداث التغيير الذي ينسجم مع تطلعاتهم لهذا المستقبل الذي يصبو جلالة الملك أن يكونوا هم من يرسموا ملامح العامة، لأنهم يشكلوا الأغلبية ويشكلوا الدافع ويشكلوا حقيقة الخزان البشري المبدع الذي نراهن عليه في التقدم في هذا الصدد، وهم أساس الأشجار القادمة بكل تأكيد. وهذا مجتمع في المحصلة النهائية أختي العزيزة، مجتمعنا مجتمع فتي وشاب، يجب أن تكون الخطى الثابتة التي يرسم جلالة الملك أطرها العامة ومسارها الواضح والسليم في المسار السياسي والاقتصادي والإداري، يجب أن ينهض بها هذا الجيل الشاب لنستطيع أن نعبر فيما يتعلق بحراكنا العام ومستهدفاتنا العامة عن الطاقة الكامنة والموهبة الموجودة لدى هذا الجيل الاستثنائي الذي يشكل أغلبية رقمية في المجتمع الأردني، والذي يشكل أيضا مخزون للإبداع فيما يتعلق بالابتكار، فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بالكثير من الاختراعات التي يبدأ فيها شبابنا وشاباتنا. دكتور، بهذا الشأن تحديدا بإطار التحديث السياسي وكل ما تحدثت عنه قبل قليل، وأنت تحدثت في بداية حديثك عن الانتخابات والاستحقاق الدستوري، اليوم دور الشباب وكما ذكرت قبل قليل هو دور مهم جدا للشباب الأردني، نظرتكم أنتم في الحكومة كيف للشباب الأردني، وما هي النصيحة التي توجهونها اليوم للشباب الأردني ككل؟ النصيحة التي أنا باستمرار أوجهها لشبابنا وشاباتنا، أنا باستعراض أرقام مقارنة ما بين 99 وما بين 2022 أخي العزيز، قلت لك بأن هذا منجز لا ينكره إلا جاحد. صح. ولا يغبطنا عليه ودائما يغبطنا عليه كل محب. تأسيسا على ذلك، لا تستكينوا إطلاقا إلى إحباطات، بعض الإحباطات الموجودة عند بعض المنتمين إلى أجيال أكبر، لأن هذا البلد بقيادة جلالة الملك حقق منجزات استثنائية في ظل صعوبات وتحديات استثنائية إقليمية وعالمية. لا يخامرني شك للحظة بأن مستقبل هذا البلد سيكون أفضل بمراحل بهمة شاباتنا وشبابنا وإمكانياتهم، وبالرؤية الاستشرافية والإصرار والعناية اليومية التي يوليها جلالة الملك يوميا لما يحقق مصلحة ورفاه الشعب الأردني برمته في بوادي مخيماته قرى مدنه، وبشكل خاص للطاقات الكامنة لدى شبابنا وشاباتنا المراهن عليهم من قبل القيادة ومن قبل الدولة ومن قبل الحكومة. لا يصيبكم لا يأس، ولا تسمحوا لأحد بأن تسكنكم لا قدر الله سوداوية، لديكم وطن ووطن حقق إنجازات يحق لكم أن تفاخروا بها، وعليكم مسؤولية الاستمرار في هذه المسيرة التي سنقطف ثمارها بالقطع في قادم الأيام وقادم السنوات. دولة الرئيس، يعني احنا جدا ممنونين لوجودك معنا، نعرف الوقت الضيق لحضرتكم ويعني الاحتفاليات المستمرة، انا اللي شاكر كل عام وانتم بألف خير. دولة الدكتور بشمشكر، شكرا لك، وكل عام وجلالة الملك وجلالة الملكة بخير، وبإذن الله أن نحيا لنحتفل بمنجزات في اليوبيل الذهبي لجلالة الملك إن شاء الله. الله
يعضده في هذه المسيرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وكل عام ووطننا بخير وشعبنا بخير وأهلنا بخير وشبابنا في خير، وكل عام وبإذن الله الكرب زائل عن أهلنا في فلسطين وعن أهلنا في قطاع غزة. شكرا لكم. شكرا لكم. كل عام وأنتم بخير. يعطيكم العافية.